بصير في محبه. شو علمك الحبس؟ يعني مع كل بشاعته ومع كل اللي خسرته، لا انا بشوف ودراسك والشاب والنفسيه المدمره وكل هيدا، بس اكيد بمحل ما نحن بنتعلم اكيد شي. شو اللي تعلمته؟ انا حدا تغير 180 درجه اذا بدك. شو اهم شيء تغير فيك؟ اول شيء ما عندي ثقه بابا ولا انسان. فقدت الثقه ولا انسان نهائيا. اوكي، تعلمت انا اختار الاشخاص الصح بحياتي. نعم، بغض النظر بيع مخدرات ولا بلا مخدرات، انا لازم اعمل الاشخاص الصح لازم يكونوا انا بحياتي. صرت اعمل بشيء اسمه لو اوف اتراكشن. نعم، قانون الجاذبيه. نعم، الجذب، انه انا الانسان شو بده بيقدر يحصل عليه. ايجابيه بيجذبها والسلبيه بيجذبها. انا الحمد لله باخر 4 سنين بالحبس قريت كتب كثير، وكلها اشياء بتتعلق بطريقه التفكير وكيف الانسان بيطور حاله وكيف بيجذب الاشياء اللي هو بده اياها لعنده. لهيك انا الياس ما له مطرح عندي. يمكن مرقت بمحلات تعبت كثير، ما بقول لك لا، بس بعرف كيف شيل حالي، بعرف كيف غذي حالي بافكار ايجابيه، وانه انا بدي اطلع من هذا الموضوع. خلص، واهم شيء ما ترجع تنعاد، لانه اللي بيرجع بيكرر غلطته بيكون الحق عليه. سام، انت اليوم عم تشتغل شيء؟ ايه الحمد لله عم اشتغل بشركه، بس ما بيعرفوا هلا من وراك رح يعرفوا. لا ان شاء الله ما ناذي. لا ما عندي مشكله، انا بهمني انا نضيف بشغلي. ليه عم تخاطر؟ يعني ليه عم خاطر؟ قلت لك انا معك. عم تطلع كاشف وجهك؟ ايه ما عندي مشكله. معي شو؟ انا عم بطلع معك اول شيء لاخذ قوه منك، واحد، وهذا الحكي مش عن جد. اثنين، لاستعيد انا ثقتي بحالي. يعني ما بقى بدي اطلع على المرايه واقول بالماضي شو صار شو صار شو صار، لانه صدقيني 6 سنين انا ما شفت كورونا. ما شفت كل كورونا اللي قطعت عليكم كلكم، انا ما شفتها. دولار ما شفته، ثوره ما شفتها، انفجار المرفأ ما عشته. فانا طلعت كلنا ايجابيه، من يعني كنت جوا مرتاح اكثر من برا اذا بدك، مش للمكان يعني، بس مرتاح لانه ما كان في هموم، ما عشت هالويلات، ما كان في هموم. شو اللي تغير بالمجتمع اللبناني البشر. لما تغير البشر مصيرين قاسيين كثير. يعني انا عم بتعاطى مع نوعين من البشر هلا. نوع نبذني ما بده يحكي معي، كونك سجين سابق، كوني تاجر مخدرات. بس انا مش تاجر مخدرات. نعم. يا النوع الثاني هو شفقان علي، انا ما بدي اثنين، ما بدي اياهم. قدمت 4 مرات تخفيض عقوبات منرفضوا كلهم. ليه؟ ما بعرف. يعني خبري، ما عندك واسطه؟ ما عندي واسطه، مع انه قدامي على تخوتي يعني كانوا يفلوا بنفس تهمتي ويطلع. ليه؟ لانه عندهم واسطه او عندهم ظهر. هذا الشيء بحز بقلبي يعني. انا لانه يعني يا ريت كان عندي مثلا، انا بي بحبه كثير، بس بقول يا ريت كان عندي بي حدا تاني مثلا، يا ريت. هيدي من حرقة قلب يعني.